احنا اذا استعرضنا تاريخ القضية الفلسطينية، فهذه القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية انتقلت انتقالة نوعية يا استاذ حسين، من الحجارة اصبحت الان سوت القبة الحديدية مسخرة. اليوم صواريخ الشيعة، خلي اسميها الصواريخ الشيعية، تحيط باسرائيل من كل الجوانب. هاي صواريخ الشيعة، صواريخ الشيعة والله، من اليمن، لبنان، لإيران، للعراق، لسوريا، كلها صواريخ الشيعة. ما شفنا انه صاروخ سني. كل الاحترام والتقدير لهم. اذا اتفقوا وياي بالكلام. لا اتفق بس انت يعني بس انا احسن الظن. لا لا ليش سميها صواريخ الشيعة؟ جا صواريخ من؟ صواريخ من الطين. الشيعة فقط هم انطيني اللي... انطيني هسه هسه الشيعة فقط هم اللي بس الشيعة الان هذا المحور محور شيعي. اما الناس المستضعفين الموجودين داخل الاراضي الفلسطينية لاول مرة امام ومرجع مثل السيد الخامنئي يصلي على اسماعيل هنيه هذا القائد السني. ليش هذا القائد السني انتشم مثل ما يقولون اهن على محور المقاومه؟ لان عرف ربعه ما بيهم فايده يا اخويا.